منذ صغره ورياضة الفروسية حلم يسعى إلى تحقيقه. زيد الشحي بدأ الفروسية كهواية ومتعة، وصقل هوايته بالتدريب على أساسيات الاعتناء بالخيل والطرق الصحيحة في أداء حركات الفروسية من خلال الفرسان المجيدين والتدريب الذاتي، حتى أصبح على هذا المستوى من القدرات والمهارات في ركوب الخيل وعملية الترويض، ولا زال يطمح إلى المزيد. أكثر من دورة وتمكنت من ركوب الخيل الحمد لله رب العالمين. وأنا طبعا علمت أولادي وأخواني وربعي والحمد لله رب العالمين متمكنين أكثر من شخص. وبالبداية يعني تفكرت أني أخذ خيل يعني كهواية، ومع الأيام تميت مع الخيل وداري الخيل وتحس أنك قريب من الخيل يعني، والحمد لله تمكنت من طموحي أني أنا أفتح تدريب الخيل يعني اسطبلات كذا يعني إن شاء الله بندرب الشباب. يستغل أوقات فراغه في تدريب إخوانه وأولاده على ركوب الخيل، ويتمنى أن يراهم فرسانا في المستقبل. سرى حب الفروسية في نفوس إخوانه وأولاده حتى تحركت أشجانهم لحب رياضة الفروسية. البداية ما كنت أعرف شو هو الخيل، أعرف الخيل بس ما كنا في خصب عندنا خيل. لما جاب الفارس زيد خيل علمنا البداية، والحمد لله تمكنت وصرت أركب أرقص الخيل مثلا، أركض وأسرع في الخيل يعني، وأستطيع القفز من الخيل. والله بدأت هوايتي يعني كنت بس مع الشباب يعني وين ما كان يصير، وهم اللي حمسوني يعني ركوب الخيل وكذا، وتحمست يعني وش اسمه مشاركتهم يعني على طول، وتعودت على طول على ركوب الخيل. طموحي في المستقبل يعني نكون اكون فارس، وان شاء الله بنسوي اسطبلات هنا بالمحافظه. ايوه في المسابقات والله يعني للحين بعدنا ما متوقعين، في المستقبل ان شاء الله. اسبح الخيل واركب اللقام والبس السرج والكرسي بعدين نركب. عند المساء يقضون أوقات فراغهم في ممارسة هوايتهم المفضلة على هذه الساحة المفتوحة، وهم يستأنسون بتعلم أنواع حركات الفروسية على ظهور الجياد. الفروسية عالم مليء بالمتعة والجمال، وهي تحتفظ بألقها نظرا لأنها تعتبر من التراث العماني الأصيل. منصور السعدي، تلفزيون سلطنة عمان، ولاية خصب، في محافظة مسندم.